مرحبا بكم في عين تمدا زاويه الشيخ اقليم بني ملال جهه بني ملال الخنفره. السلام عليكم، معكم عبد الحكيم النصيح مواليد مدينة زاوية الشيخ. بالنسبة للمواقع السياحية اللي عندنا في مدينة زاوية الشيخ هي عيون تمدا، اللي هي تنظن أنها غنية عن التعريف بحكم أن الناس معروفة وطنيا وجهويا حتى دوليا. الناس كاع الجالية كاع المقيمة بالخارج اللي كتجي للمغرب ولات كتجي لعندنا، الحمد لله يعني السمعة ديالنا ولات سابقة البلاصة. وبالنسبه للمناظر اللي فيها حتى هي راه مناظر زوينه، المياه اللي كتميز هذه المنطقه كامله تقريبا جهه بني ملال خنيفره تقريبا كامله معروفه بهذا المياه العذبه والمنتجعات السياحيه، خصوصا عندنا الجبال والعيون، منها عيون تمدا، منها ديال القصيبه اللي هي تغبله نحليمه. وخلي لك عاوتاني نهيك على خنيفره بني ملال. وبالنسبه لتمدا هي كتمتاز بزاف ديال الخاصيات اللي متميزه، هي على مثلا على تغبالوت، على بحكم انها قريبه للمدينه، يعني الانسان ما تلقاش داك المشكل ديال ترونسبور تنتقل حتى خصك اللي يوصلك، ولا يعني كتجي الكار ولا طاكسي ولا اي ترونسبور، اي وسيله نقل كتوصلك حتى لحدا الباب ديال تمدا كتدخل. بالنسبه للاثمنه عاوتاني عندنا امتياز بالاثمنه، اثمنه منخفضه بزاف، يعني ما فيهاش داك الاثمنه ديال البحار ولا ديال بلايص اللي بعادين، يعني كتلقى اثمنه مرتفعه صعيبه على الانسان انه يجلس فيها. الحمد لله اثمنه عاديه بحال جالس في قهوه في المدينه، بحال جالس هنا، يعني كاين ما بين 7 دراهم حتى 10 دراهم حتى 20، يعني ماشي شي حاجه كبيره. بالنسبه لبني ملال راه الترونسبور كاينين ثلاثه ديال الوسائل ديال النقل، يا اما تجي في الكار 20 درهم تقريبا ديال الترونسبور، بغيتي تجي في الطوبيس. اكثريه الناس ديال بني ملال دابا اللي ما عندهمش القدره باش يجيو بالترونسبور ديالهم كيجيو في الطوبيس، يعني 13 درهم تقريبا، 13 درهم كتوصلك وكيحطك حدا الباب ديالها سميتو كتدخل. بالنسبه للقهاوي هما دايرين ما بين 30 درهم حتى 50 درهم، ف لا بغيتي تجلس عندهم تاخذ راحتك، بغيتي طيب ديالك داكشي اللي جبتي تيقولوا لك هما لا شد عندنا لا والو، الحمد لله زعما مرخصين مع الناس تيكريو البلايص. 30 درهم تقريبا، ما بين 30 درهم حتى 50 درهم على حسب العائله واش كبيره واش، خذ راحتك نهار كامل، تيجيو الناس من الصباح حتى العشيه كيمشيو، يعني ديك الساعه علاش بغيتي تجي شي كونسوماسيون اخرى كتخلصها هذيك بوحدها. السباحه راك تشوف الدراري راه واخدين راحتهم، ما كاين لا خلص لا والو، من الدخله ديال تمدا حتى الشلالات كلشي تيعوم، الدراري صغار كبار زعما الحمد لله ما كانش فيها، ما تيمنعوناش. كانوا في الاول كان شويه ديال المنع في الاول، ولكن من بعد ولات السلطه زعما مسهله مع الدراري مع السياح، داكشي اللي جا كيعوم واخذ راحتي يعني ما كاينش مشكل. مرحبا بهم. مرحبا بكم. وبالنسبه اللي جاو وما لقاش فينا راه كاين الحمد لله، ولاو الناس مشاو مع السياحه، ولاو كاينين ديبارتمون ديال الكرا، كاينين لي زوتيل تا مولوم جاهدين شي شويه، المهم كيحاولوا انهم يتاقلموا مع السياحه، لان بحكم اننا ما كناش عاطين الاهميه للسياحه، كانوا الناس يجيو ما كيلقاوش فين يفاتوا، تجي العائله ولا تيقلبوا تيعيو كيمشيو تيرجعوا، يقدر يرجع بني ملال اللي يقدر، ولكن الحمد لله دابا ولاو لي زابارتمون ولاو لي زوتيل تا مولوم جاهزين. ايوا شنقول لك، المهم الانسان راه مرحبا به، راه ما تلقاش مشكلة. وبالنسبة راك شتي الكرم كيفاش داير، شتي ما كاين لا الأمن راه كاين الحمد لله، ما كاينش زعما شي مشاكل تلقاهم ولا شي حاجة. الباركينغ راه ماشي شي أثمنة اللي غادي
ما تيغليوش على الناس راه الحمد لله زعما ما عطيش داك ما تيستغلوش ما كاينش الاستغلال كتجي كتاخذ راحتك كاينين من غير عين تامه كاينين بلايص اخرين مثلا تقدر تجي تجلس هنايا تقدر تهبط عين ور النفع حتى هي راه معروفه مزيان الماء ديالها مزيان يعني فيها حتى هي فين تجلس تعوم تبرد كاينه بوديليس كاينه عيون سميتو مربيع الطريق ديال خميفرة كتهبط المربيع زعما كاين حتى هو فيه ما يتشاف اللي بغا يتبرد اللي بغا لا الحمد لله بلاصه سياحيه بامتيازها ماشي ما غنشكروهاش حيتاش بلاد البلاد ولكن راه حنا مشينا خرجنا ما عرفنا شنو كاين كتجي كتعرف بان المنطقه ديالك تستحق اكثر من هذا الشيء هذا واخا كاين واحد التهميش من الجهه ومن الاقليم وداك الشيء ولكن الحمد لله كاين المهم المنطقه هي تتعرف راسها براسها اللي جا ليها راه كيعاود يجي ويعاود يجي ويعاود يجي.